هذه جائحة التي أصابت البشرية والتي تصارعها الإنسانية اليوم، بينا كبلاد قدرتنا على حسن تدبيرها وإدارتها بالنظرة الاستباقية لجلالة الملك، بانضباط المسؤولية للمواطنين، بانخراط كافة المؤسسات. اليوم لا شك أن ما ينتظرنا أصعب وأقوى، لذلك أدعو الجميع، أدعو كافة المؤسسات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة أن نتحمل جميعا مسؤولياتنا في محاربة هذا الخطر الدائم، بالجلوس في بيوتنا، بتنفيذ وتطبيق التوجيهات والتعليمات بصرامة بما فيها التشديد في النظافة داخل بيوتنا، بالمساهمة والتضامن. فأكيد أن الشعوب تنهض من الأزمات، لذلك فوحدتنا وتضامننا، وأدعو في هذا الإطار إلى الانخراط الواسع في الصندوق الذي أعلن عنه الملك من أجل مواجهة هذه الآفة وهذه الجائحة.